القاعدة الثانية: أحبب نفسك. إن جلد الذات واستعذاب تأنيب النفس يعكر صفو روحك ويعكر مزاجك ويمنع عنك رؤية نفسك على حقيقتها. أعطي لجسدك حقه واحترم كل جزء فيه، فهو الماكينة التي تعيش بها في هذه الحياة. لا تقسو عليه وتحمله أكثر من وسعه، فإذا احترمت جسدك فإنه بالمقابل سيحترمك ويهب لنجدتك ويتحمل همومك المتنوعة وأمزجتك المتغيرة. دعه يستريح من الضغط المسلط عليه من عقلك وأفكارك. قرر رجل، وبعد أن طال به المشي في الصحراء بلا انقطاع، زيارة ناسك عاش على مقربة من أحد الأديرة، فقال للناسك: جئتك من بعيد لأتعلم منك الحكمة. فاصطحبه الناسك إلى بئر وطلب منه أن يتأمل انعكاس صورته في البئر، وأطاعه الرجل. لكن الناسك أخذ يرمي الحصى في مياه البئر التي تماوجت صفحتها، فلاحظ الرجل ذلك، فقال للناسك: لا يسعني رؤية وجهي ما دمت ترمي الحصى. فرد عليه الناسك أن ذلك أول باب من أبواب الحكمة. أحبب نفسك ولا ترمي عليها الحصى، فما دمت تفعل ذلك فمن الاستحالة رؤية الصفاء الذي يضيء جوانحك. أن تحب نفسك أن تخاف عليها من كل سوء، أن تحب نفسك ألا ترضى لها بكل دنيء، أن تحب نفسك أن تسامحها وتستمع لها وتفهمها وأن تعلمها الخير. دخل مريض على أحد الأطباء ذات مرة واشتكى له من آلام عديدة تنتابه كل ليلة، وتأتيه تلك الآلام عندما يضغط بإصبعه على جسده. فأجرى عليه الطبيب كل الفحوصات اللازمة، ولكنه لم يقف على علته ولم يعرف سبب مرضه، لكنه انتبه إلى جسم المريض وتمعن به جيدا، فوجد أن العلة في إصبعه وليس في جسده، وأن آلام جسده كلها نابعة من إصبعه، تلك التي يضغط بها بنفسه على أنحاء جسده. شمعة: سأجعل نفسي تعبر عن روح سعيدة متوهجة تحب الحياة. أسعى أن أجعل اللغة التي تنطق بها كل عضلة من عضلات جسمي تنطق بالحيوية والحب، وسأجعل روحي تنبض بالفرح والسعادة وتعكسها على جسدي فتحولها إلى مهرجان من الحيوية والحماسة. إن لغة الجسد هي الحاسمة في التأثير على الآخرين، فقد تجعلهم يؤمنون بك أو يرفضونك، يحبونك أو يتجنبونك، وحركات جسدك تعبر عن روحك وأسلوبك وشخصيتك وموقفك من الحياة.